قال الجنرال عاموس جلعاد الرئيس السابق للدائرة السياسية والأمنية بوزارة الدفاع الإسرائيلية في كلمة له أمام مؤتمر هرتزيليا والذي يترأس دورته الحالية، قال لو نجح الإخوان المسلمين في البقاء في حكم مصر وتحالفوا مع تركيا لاستطاعوا تدمير إسرائيل، وأكد أن ظهور الجنرال السيسي أفشل مخططاتهم ووفر الحماية لإسرائيل. نحن الآن دولة تحيط بها دول عربية وجماعات تريد أن تدمرنا مثل الإخوان المسلمين وغيرها من الأيديولوجيات المدمرة والتي تريد أن تغير وجه المنطقة، تريد أن تقيم الخلافة الإسلامية، لكنهم فشلوا وفشلوا فشلا ذريعا بسبب وجود الجنرال السيسي. وأنا أقول أنا لست شخصا متدينا بطبعي، لكنني بدت أؤمن بالمعجزات. أتساءل كيف استطعنا الصمود كل هذه السنوات، لنتخيل لو كان هنالك تحالف بين النظام التركي ونظام الإخوان المسلمين في مصر، هذا كان سيشكل ضربة ماحقة وساحقة بالنسبة لنا تقضي علينا هنا في دولة إسرائيل. وأرحب بضيفي عبر الأقمار الاصطناعية مباشرة من اسطنبول الدكتور جمال عبد الستار القيادي بجماعة الإخوان المسلمين. أهلا بك معنا دكتور جمال. وكذلك ينضم إلينا عبر الهاتف من باريس الدكتور محمد محسوب وزير الدولة للشؤون القانونية سابقا. دكتور محسوب أهلا بك معنا. وأبدأ معك دكتور محسوب، كيف استمعت لكلام جلعاد عاموس جلعاد الذي قال فيه أن لولا السيسي وإطاحته بحكم جماعة الإخوان المسلمين لكانت تحالفت مع تركيا ودمرت دولة إسرائيل؟ تحياتي لشخصك الكريم وللمشاهدين. الحقيقة يعني هذه التصريحات هي تصريحات كاشفة، هي يعني لا تفجر مفاجأة أكثر من أنها تؤكد الواقع المشاهد من كل مواطن عربي بسيط وليس محللا سياسيا وليس سياسيا بالمرة، يمكنه أن يرى بعينيه أن المستفيد الأكبر من ضرب الربيع العربي هو دولة إسرائيل في الحقيقة، لأنه القضية لا تتعلق بأنه في إخوان بيحكموا تركيا وإخوان كانوا سيحكمون مصر ومن ثم يتشكل تحالف، هذا تصوير مبسط يجري بثه فقط للدعاية وفي نفس الوقت لتضييق القضية إلى أنها كانت خلاف ما بين نظام إقليمي أو النظام الموجود الآن في مصر مع الإخوان المسلمين، قضية أوسع بكثير في الحقيقة. كما فمن هم الآن يحكمون الدولة التركية هم من اختيار الشعب التركي، وهم ليسوا إخوان مسلمين وإنما أفراد وطنيين اختارهم الشعب التركي ويتجاوبون مع ثقافة هذا الشعب. من اختاره الشعب المصري في سنة 2012 هم جزء من أبناء الشعب المصري، لم يختارهم لأنهم إخوان مسلمين أو لأنهم اتجاه ديني أو غير ذلك، وإنما اختارهم لأن الشعب كانت له حرية الاختيار وفي هذه اللحظة كان يعتقد أن هذه هذا الحزب وهذه الجماعة وهذا الجزء من الجماعة الوطنية يستحق أن يصوت له. قضية أن تختار الشعوب حكامها وأن تسيطر على مقدرتها هو الذي يهدد الدخلاء على المنطقة. طيب دكتور عفوا، وضع سلطات لا تنتمي للأوطان هو ما يحقق أمل هذه وصفوا للسيسي بأنه هو الرجل يقول أنا غير متدين ولا أؤمن بالمعجزات، لكن هذه المرة يرى أن السيسي معجزة إسرائيل التي جاءت لتزيل هذا الخطر الماحق بدولة إسرائيل. ما رأيك في هذا الكلام؟ أي احنا كمان بنشوفه برضو من قبيل هذه المعجزات، ولكن الوجه الآخر من المعجزات الوجه الكارثي، لأنه في 4 سنوات فقط الدولة المصرية فقدت 3 مقدرات أساسية تستند إليهم الدولة المصرية، مكونات من أسس بناء الدولة، حقها في النيل، ثم حقوق المنطقة الاقتصادية الدولية اللي جاهدت لأجلها مصر على مدار 10 سنوات ودخلت معارك قانونية ودولية فرط فيها بجرة قلم، واليوم في التفريط في أهم منطقة استراتيجية
في جنب الدولة المصرية الشمالي الشرقي وهو ممر ومضيق ايران، ومن ثم ما يجري هو تفكيك للدولة المصرية بسرعة الصاروخ في الحقيقة، وهذا إعجاز، إعجاز أن هذا يمر رغم رفض مؤسسات الدولة المصرية ورغم إجماع الشعب المصري على ذلك ورغم رفض كل رؤساء أركان الجيش المصري الباقين على الحياة حتى اليوم سوى من عينه السيسي هو الذي لا نسمع صوته ويتوافق معه ويساعده، ومن ثم هذه الكارثة التي تحيق بالدولة المصرية هي معجزة مشرقة للطرف الآخر الذي لا يتمنى الخير للدولة المصرية. أشكرك شكرا جزيلا دكتور محمد محسوب وزير الدولة للشؤون القانونية سابقا، كنت معي عبر الهاتف من باريس، وأبدأ مع ضيفي من اسطنبول الدكتور جمال عبد الستار. إذن دكتور جمال، كما قال عموس جلعاد، لو كنتم استمرتم في الحكم كنتم ستتحالفون مع تركيا وتدمرون دولة إسرائيل، ما حقيقة هذا الكلام؟ أولا الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله، وبعد تحياتي لك ولمشاهديك الكرام. نعم، ما كان في مصر وما قام في مصر إنما كان لحماية الكيان الصهيوني، الانقلاب في مصر كان لحماية الكيان الصهيوني، لأن الثورة المصرية من أسبوعها الثاني مباشرة بعد رحيل مبارك هتفت في ميدان التحرير على القدس رايحين شهداء بالملايين، فالانقلاب ليس لم يكن انقلابا على الإخوان المسلمين فحسب، ولكن انقلاب على إرادة الشعب الذي يبحث عن التحرر، وبالفعل لو نجح وستنجح الثورة المصرية، نعم ستعيد الحق الفلسطيني إلى أهله وستحرر البلاد والعباد، هو يدرك ذلك جيدا. لكن هناك عنوان من الوضوح المكان، أن السيسي إنما جاء لحماية الكيان الصهيوني، لذلك كانت أول القرارات بعد الانقلاب ضد المقاومة الفلسطينية، إغلاق المعابر، إغلاق الطرق الموصلة حتى للأغذية والأدوية، أول القرارات إغلاق لجنة الإغاثة الإنسانية في نقابة الأطباء، أول القرارات إغلاق لجنة القدس في المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أول القرارات قتل الشباب الذي ينادي بتحرير القدس ويتوق إلى الاستشهاد، أول القرارات الحكم بالإعدام والحبس على من كتب الطريق إلى بيت المقدس الدكتور جمال عبد الهادي، وحبس أسد فلسطين الدكتور صلاح سلطان، وجهابذة مصر من العلماء والمفكرين. ومن هنا أؤكد على نقطة من الأهمية بمكان، أن حتى ما يحدث الآن من مشكلة تيران وصنفير فبالبداية كله إنما وخدمة للكيان الصهيوني فحسب. طيب ابقى معي دكتور جمال، تحول إلى تل أبيب، ينضم إلينا من هناك عبر الهاتف سيد شلومو جانور المحلل السياسي الإسرائيلي، أهلا بك معنا سيد شلومو. نعم مساء الخير، تحدث من القدس. نعم القدس المحتلة بالطبع. سيد شلومو، يعني أليس من المستغرب أن رجل كجلعاد عموس جلعاد وكان مدير التنفيذي للمعهد السياسي والاستراتيجي في المخابرات الإسرائيلية يتحدث بكل هذا الوضوح أن إسرائيل سعيدة كل السعادة بالانقلاب على محمد مرسي، وأن السيسي الذي قام بانقلاب عسكري يعتبر بالنسبة لإسرائيل معجزة من السماء؟ أعتقد أنه يجب أن نضع كل هذا الحديث في إطاره الحقيقي والمضبوط. جلعاد تناول في مستهل الندوة التي ستستمر 3 أيام موضوع أضواء وظلال ميزان الفرص والأخطار مع حلول العقد 7 لقيام دولة إسرائيل، وتناول الموضوع المصري الإسرائيلي في جملتين فقط. ولذلك في حين أن المحاضرة التي ألقاها وهي محاضرة استهلالية للمؤتمر استمرت نصف ساعة، أي الجملتين من أصل محاضرة استمرت 30 دقيقة. دكتور، هذين الجملتين تتحدث عنهما هما من الخطورة بمكان، أن يقول مسؤول سابق أمني أن إسرائيل سعيدة كل السعادة بالانقلاب على العسكري في مصر، أن السيسي معجزة، معجزة إسرائيل التي توفر لها الأمن والأمان.
سيدي علينا أن نذكر بأن هناك علاقات وهناك معاهدة سلام بين إسرائيل وبين مصر سبقت عهد السيسي، ولذلك وإسرائيل ومصر لا تتفقان الرأي في بعض الأمور السياسية، وعلى رأسها مثلا موضوع حل الموضوع الفلسطيني، ولكن هناك قواسم مشتركة تجمع البلدين إلى درجة التفاهم والتعاون الاستراتيجي في المجالين الأمني والعسكري، ولذلك موضوع معاهدة السلام هي مصلحة عليا للبلدين. محمد مرسي لم يلغي معاهدة السلام مع إسرائيل، ولم يتحدث فيها الرجل، وقال أن مصر تحترم معاهدتها، وبالتالي كان يلمح لفكرة معاهدة السلام مع إسرائيل، لم يلغيها الرجل، لم يعلن الحرب على إسرائيل حتى يعني. وذكرت بأن الرئيس معزول مرسي كان قد أشاد أيضا بموضوع معاهدة السلام مع مصر، وأيضا بعث برسالة تهنئة إلى رئيس دولة إسرائيل في مدينة القدس بدون عنوانتها بأنها مدينة محتلة. فلذلك موضوع معاهدة السلام هو ركيزة في العلاقات بين البلدين. ده معناه أن السيسي سيقدم أكثر من معاهدة السلام لإسرائيل، بما أن محمد مرسي اللي أنتم ساعدين بالإطاحة به كان محترما لمعاهدة السلام، إذا يعني ما الذي سيفعله السيسي لإسرائيل ليكون معجزة من السماء كما قال عموس جلعات؟ سيدي الموضوع هو مصلحة البلدين، وأعتقد أن الرئيس السيسي يرى بالدرجة الأولى المصلحة المصرية، ويضع الاعتبارات التي تتعلق بالأمن القومي المصري بالدرجة الأولى. لا اسمح لي، يعني ما الذي يقدمه السيسي، ما كان لمحمد مرسي أن يستطيع تقديمه لإسرائيل؟ ده سؤال افتراضي، ولكن إذا أخذنا اليوم العلاقات القائمة بين مصر وإسرائيل فهي تتميز بعلاقات ربما بدون سلام دافئ، ولكن بعلاقات حسن جوار، تعاون استراتيجي وتعاون أمني وعسكري بين البلدين ضد موضوع الإرهاب. لا. وهذا هو قاسم مشترك يجمع البلدين، وهو يندرج في إطار المصلحة العامة ليس فقط لمصر وإسرائيل بل أيضا لسائر الشعوب التي تعاني من آفة الإرهاب. نعم، حقيقة لا نستطيع أن نحدد ما هي المصلحة من وجود دولة محتلة في هذه المنطقة وهي إسرائيل. أشكرك شكرا جزيلا شلومو جانور المحلل السياسي، كنت معي من القدس المحتلة. وينضم إلينا عبر سكايب من لندن محمد سودان القيادي بجماعة الإخوان المسلمين. سيد سودان أهلا بك معنا. طيب سيد سودان، يعني ذكرت كما استمعت للمحلل السياسي شلومو جانور أن الرئيس مرسي احترم معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية ولم يتخذ أي موقف معادي خلال العام الذي قضاه في الحكم ضد إسرائيل، إذا لماذا كل هذه السعادة من قبل إسرائيل بالإطاحة به والكلام على أن السيسي يعني فرصة من السماء أو مصلحة من السماء لإسرائيل يعني؟ سيد سودان، طيب واضح أننا فقدنا الاتصال بمحمد سودان. نفس السؤال لك دكتور جمال عبد الستار فيما يخص أن يعني الإخوان المسلمين أو الدكتور محمد مرسي لم يتخذ أي إجراء عدائي ضد إسرائيل وحافظ وأكد على المحافظة على معاهدة السلام الإسرائيلية المصرية الإسرائيلية. طيب بداية قبل الإجابة أحب فقط أن أسجل استيائي الشخصي من استضافة هذا الصهيوني المحتل في وجودي، فهذا يسيء لي ولا أقبله تماما مع احترامي الكامل لك وللجزيرة. ثم أعود مرة أخرى الإجابة على سؤالك. دكتور محمد مرسي لم يذكر اسم الكيان الصهيوني على لسانه ولو مرة واحدة طوال السنة الكاملة. الأمر الثاني، الدكتور محمد مرسي حينما تم ضرب غزة قال لن نترك غزة وحدها، وأرسل الدكتور قنديل بعد يوم أثناء القصف وأدار عملية سياسية كبيرة. الدكتور مرسي فتح المعابر وأصبح الفلسطينيون يعيشون كما يعيش الناس في خروجهم ودخولهم، وبدأوا يشعرون بآدميتهم وأنهم يستطيعون أن يحيوا حياة كريمة. بدأت القضية تتغير، أصبح هناك ظهير شعبي وظهير دولي للقضية الفلسطينية.
نعم هذا الكلام الذي أسير اليوم على لسان للعاد هذا ليس جديدا بالنسبة لنا أبدا ولا مفاجئا بالنسبة لنا أبدا. فالإخوان وحتى جميع المصريين من الوطنيين وغيرهم تربوا على أن الصهاينة محتلين وهذا لن يتغير. وهذا الخبير الذي أتيت به يقول عندنا تعامل عسكري وأمني مع السيسي. نعم نعرف أن هناك تعامل عسكري وأمني، ولذلك لما يتهم الدكتور محمد مرسي لن يتهم بأنه عنده علاقة عسكرية وأمنية مع الصهاينة، يتهم أنه بالتخابر مع حماس، بالتخابر مع المقاومة، بالتخابر مع المجاهدين. الصورة أوضح مما يمكن أن لأحد أن يصفها بأي لفظ من الألفاظ، وأعتقد أن هذا جيد وليس من السوء بمكان. لكن اسمح لي يا دكتور، البعض كان يرى أن شعاراتكم من قبل جماعة الإخوان المسلمين ضد إسرائيل كانت يعني للعوام، يعني شعارات شعبوية لم يأتي من ورائها أي شيء على أرض الواقع. كما ذكرت لك أنكم أبدا لم تفكروا في مسألة تدمير إسرائيل، يعني هل أنتم فكرتوا في يوم اللي أنتم تدمروا إسرائيل ويعني تنهوا تماما وجود إسرائيل من على الوجود يا دكتور؟ أعتقد حكاية إنهاء وجود إسرائيل من على الوجود هذا يعني ليست مهمة الإخوان. تطهير البلاد المحتلة والمقدسات هذا واجب جميع المسلمين في العالم، الإخوان وغير المسلمين. المحتل سيظل محتل، محتل القدس وفلسطين سيظل محتلة مهما طالت، وهذا واجب شرعي ليس على الإخوان ولكن على كل المسلمين. وأنا هنا أتحدث بصفة الشرعية، هذا لا سواء بمرسي من غير مرسي، بالإخوان من غير مرسي، بإخوان إعادة الأرض إلى أهلها، إعادة المقدسات إلى المسلمين واجب شرعي لا بد أن يكون وسيكون بإذن الله، ولا علاقة له بالإخوان أو بغيرهم. نعم ابقى معي دكتور جمال، سأعود إليك. ينضم إلينا عبر الهاتف من القاهرة سيد منير أديب الباحث في شؤون الحركات الإسلامية. سيد منير أهلا بك معنا. أهلا وسهلا. نعم سيد منير، ما كان يقال في الخفاء يبدو أنه يقال الآن في العلن، من أن إسرائيل سعيدة كل السعادة بالإطاحة بالدكتور محمد مرسي لكونه يأخذ موقفا ما من إسرائيل، وترى أن السيسي معجزة من السماء لإسرائيل لأنه سيقدم أو قدم بالفعل ما لا يستطيع أن يقدمه أحد آخر من الرؤساء سواء العرب أو المصريين. ما رأيك في هذا الكلام؟ ألا هذا يؤكد أن ما يقول البعض أن الانقلاب في حد ذاته كان انقلابا إسرائيليا في المقام الأول، للمصلحة الإسرائيلية في المقام الأول، والرجل جاء لمصلحة إسرائيل ألا وهو السيسي؟ لابد أن نوضح في بداية الكلام أن هذا الكلام ربما صدر من رئيس الدائرة الأمنية بوزارة الدفاع سابقا الجنرال عاموس جلعاد. هذا الكلام الذي قاله يمكن قراءته في عدة سياقات وليس في سياق واحد، هذا شيء. الشيء الآخر الذي لابد أن نعرفه وندركه أن كل من جاء وتولى رئاسة الدولة منذ قيام الثورة في الخمسينيات من القرن الماضي حتى هذه اللحظة كانت له علاقة ما بالولايات المتحدة الأمريكية، هذه العلاقة كانت إسرائيل ركيزة فيها. ودعني أستشهد لك على سبيل المثال، كان هناك اتفاق، هذا اتفاق لم يتم الإعلان عنه ولكنه كان اتفاقا موجودا بين جماعة الإخوان المسلمين، وكان ضامن لهذا الاتفاق الولايات المتحدة الأمريكية، وكان عراب هذا الاتفاق الذي سوف أتحدث عنه الآن كان رئيس تركيا رجب طيب أردوغان، وكان هذا الاتفاق كان سببا في وصول جماعة الإخوان المسلمين على رأس السلطة، ومن ثم كان الهدف من هذا الاتفاق هو تمكين الإخوان أكثر من خلال الوصول أيضا لرأس السلطة في عدد من الدول، ولعل هذه الدول تكون اليمن وليبيا وغيرها. هو الإخوان وصلوا إلى الحكم سيد أديب، سيد أديب الإخوان وصلوا إلى الحكم يا سيد أديب. سيدي أنا لم أتحدث عن الاتفاق. لا عفوا، هذا الاتفاق تفضل كان خاص بتبادل الأرض، كان هذا الاتفاق كان منصوص عليه متفق. هو إقامة وطن بديل للفلسطينيين في سيناء،
مجمل هذا الاتفاق أن تعطى سيناء إلى الفلسطينيين، أن يقام مطار في غزة، مطار جوي، وأن تعلن القدس الشرقية عاصمة للدولة. وتعتقد عندما فشل محمد مرسي في ذلك أطاحوا به وأتوا بالسيسي الذي سيمكنهم من إقامة وطن بديل للفلسطينيين في سيناء سيد منير؟ هذا لم يحدث ولن يحدث ولن يوافق المجتمع المصري بكل طوائفه وشرائحه. المجتمع المصري وافق على تسليم تيران وصنافير للسعودية التي بدورها ستسلم الشؤون الأمنية على الجزيرتين لإسرائيل كما يقول بعض الخبراء. يا صديقي لا يمكن أن نصور السعودية بإسرائيل، ولا يمكن أن نصور ما يحدث داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة بتيران وصنافير. هذا موضوع وهذا موضوع. لا انت ايه رايك الرئيس المصري يا سيد سودان رغم احكام قضائيه يسلم جزء من ارض مصر للسعوديه ويدول هذا الخليج الذي كان مصريا خالصا وبالتاكيد هو في مصلحه اسرائيل وهذا لا يخفى على احد، الاسرائيليون فرحون بهذا الامر، اذا من يسلم الارض الاسرائيلي يبدو انه السيسي وليس محمد مرسي. يا أخي أنا أشم من حديثك ومن هذا ما ذكرته أن المجتمع المصري موافق على إجراءات من شأنها بيع الأراضي أو بيع الأرض المصرية وتسليمها. المجتمع المصري مش موافق، أنا بقول لك أن المجتمع مش موافق لكن السيسي مصر. يا أخي الكريم، لن يستطيع رئيس كان من كان من الخمسينيات من القرن الماضي حتى هذه اللحظة أن يفرض إرادة يرفضها المجتمع المصري. وأعتقد ما حدث في 30 يونيو لمحمد مرسي كان واضحا عيانا بيانا. سيد منير الرجل النهارده قال، عفوا سيد منير اديب، يبدو انك غير متابع. الرئيس المصري السيسي اليوم قال ان قضيه تيران وصنافير انتهت تماما وسيقوم بتسليم الجزيرتين الى المملكه العربيه السعوديه. يبدو انك غير متابع لهذه التصريحات. يا اخي الكريم انت ما ينفعش تجيبني على التليفون وتقول لي انت غير متابع طالما ان انت ارتضيت ان انا اذكرك بس. يبدو لو خدت عليك ده مش عيب اللي انت ممكن ما تكونش متابع تصريحات من ساعتين. يا اخي لو انا مش متابع يبقى انت عندك مشكله في الاعداد بتاعك للطفل دي وبيثق فيا. يبقى خلاص اسف انت متابع، يعني انت متابع كلام السيسي بان قال قضيه تيران وصنافير انتهت وهو لن يعتد باي قضيه. حضرتك متابع كويس. اذا اردت ان نتحدث الان في تيران وصنافير نتحدث، اذا اردت أن نتحدث عن موضوع الحلقة فأتحدث عن موضوع الحلقة. لا، سؤالي كان واضح لك يا سيد منير، أنت تقول أن مرسي كان سيسلم أراضي لإسرائيل من سيناء وأنا أقول لك أن السيسي الآن سلم بالفعل أو يعني على بعد أيام قليلة من تسليم جزيرتين إلى المملكة العربية السعودية لصالح إسرائيل كما يقال. وهل أنت تعطي مبرر للسيسي لمرسي بما فعل من تسليمه أرض في سيناء؟ هو فين الأراضي اللي اتسلمت؟ هو أنت بتقول كلام هو ما كانش ليه أمر؟ هي فين الأراضي اللي اتسلمت بس؟ يا أخي الكريم، طالما أنت غابت عنك المعلومة دعني أفسر ما أردت. لا ابقى معي، يبدو أنك تقول حكاية وتصدقها ثم تريد أن تقنعني بها على الهواء مباشرة. ابقى معي سيد منير أديب. إذن سيد سودان القيادي بجماعة الإخوان المسلمين ينضم إلينا عبر سكايب من لندن. سيد سودان، أنتم كنتم ستسلمون أراض في سيناء لإسرائيل كما يقول السيد منير أديب من القاهرة، وبالتالي أنتم علاقتكم أصلا بإسرائيل إلى أبعد الحدود، يعني على عكس طبعا كلام عموس جلعاد. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. يعني الحقيقة كلام الأستاذ منير بايتك من القاهرة تتناقض تماما مع كلام إيهود براك، تتناقض تماما مع كلام عموس جلعاد اللي قاله النهاردة إن السيسي هدية من السماء، وإن الحقيقة تهجير إخواننا أهالي الشيخ زايد ورفح في الشيخ زويد وفرع في سيناء وهدم كل يعني بناياتهم والتهجير قسري لاهالي سيناء كلها، يعني اعتقد كل دي براهين على ان عبد الفتاح السيسي اتي باجنده اسرائيليه للواء التهامي اللي هو قائد او مدير المخابرات العسكريه. اول ما تولى او استولى على السلطه عبد الفتاح السيسي قال مهمه الجيش المصري الرئيسيه
هي حماية الكيان الصهيوني أو حماية دولة إسرائيل. عبد الفتاح السيسي نفسه قال أنا لا أقبل أبدا أن يحدث أي نوع من أنواع الهجوم من أرض سيناء على جيراننا، ويقصد بها الكيان الصهيوني. إذن مهمة عبد الفتاح السيسي التي أتى بها وزعمها لهم الصهاينة والأمريكان أولا هي إغلاق تام بكل أمال الشعوب العربية والإسلامية بتحرير القدس وتنفيذ المخطط الجديد، وهو أن تكون القدس هي عاصمة الكيان الصهيوني. هذه مهمة عبد الفتاح السيسي. عبد الفتاح السيسي أول ما أتى أغلق المعابر وأصل واتهم أخواننا في حماس والفلسطينيين بأن هم الذين أثاروا انتفاضة 25 يناير أو زي ما سموها يعني 25 يناير، وهم اللي قوم وحرروا المساجين. يعني الحقيقة كلها كانت أكاذيب ضد إخواننا. لكن مهمة الحقيقة عبد الفتاح السيسي وأجندته واضحة، هي أجندة صهيونية بالكامل على ضد رغبة كل الشعوب العربية والشعوب الإسلامية، وهو دعم الكيان الصهيوني وتأمينه. وللأسف الشديد هذه مهمة معظم الملوك والزعماء العرب الآن. لكن الرئيس محمد مرسي أتى برغبة الشعب المصري، ومن أهم رغبات الشعوب العربية وغيرها من الدول التي تريد أن تتحرر من هذه النظم الاستبدادية مثل سوريا واليمن وليبيا وتونس هي تحرير الأراضي المقدسة وخاصة فلسطين. نعم هذا واجب إسلامي وهذا واجب عربي. شكرا. يعني وواجب إنساني حتى، تحرير الأراضي من محتليها. هذا ليس عيب أبدا أن تحرر أرض من محتليها. نعم وضحت الفكرة. سيد سبان القيادي محمد سودان القيادي بجماعة الإخوان المسلمين سفن المقاطعة، أشكرك شكرا جزيلا على هذه المداخلة، كنت معي عبر سكايب من لندن. وكذلك أشكر السيد منير الأديب المتخصص في شؤون الحركات الإسلامية، كنت معي عبر الهاتف من القاهرة. الفتاح ضيفي من اسطنبول عبر الهاتف. دكتور سيف اهلا بك مجددا معنا. وحديث جلعاد عموس عن او عموس جلعاد على ان الاخوان اذا بقوا في الحكم كانوا سيتحالفون مع تركيا لافناء اسرائيل، ما رايك؟ وطبعا انا باؤكد على مساله مهمه، وقد استمعت إلى هذا الزميل الذي تحدث منذ لحظات المسمى بخبير في الجماعات الإسلامية في هذا الإطار، وأنا أقول وبوضوح أن أخطر من الصهاينة متصهينة العرب. هؤلاء المتصهينة العرب أصبحوا يمررون كلاما خطيرا يتعلق بعملية طبية كبيرة. هذه العملية الطبيعية هي ما يتحدث عنه جلعاد الآن، من أن السيسي كان هبة الله لهم ومعجزة استطاع من خلالها أن يقدم أكبر خدمة للأمن الإسرائيلي. لسنا من نقول ذلك، ولكن نقول أن الكنز الاستراتيجي الذي تمثل في المخلوح المبارك تحول إلى حالة من حالات الانبطاح الاستراتيجي على عهد السيسي، الذي يشكل ركنا خطيرا حينما يعتبر الأمن الإسرائيلي جزء لا يتجزأ من الأمن القومي المصري. ولا شك أن كل ذلك يعتبر في هذا السياق ووفق الأطر التي تتعلق بهذا الكيان الصهيوني، هناك من يسنده من متصهينة العرب وعلى رأسهم ذلك الصهيوني الذي يمثل هذه الحركة والسياسة التي تتعلق بالسيسي في هذا المقام نحو هذا العدو الصهيوني الذي جعله متحالفا وصديقا وكل شيء فيما يتعلق بهذا، وليس موقف وزير الخارجية المصري ببعيد، وليس مواقف أخرى ببعيدة، وليست تلك السياسات المختلفة التي تحابي إسرائيل. وأنا أقول هنا هؤلاء الذين صمتوا صمت القبور حينما يحدث
هذا الاجتياح الهمجي من المستوطنين الإسرائيليين ويضربون المرابطات من النسوة والمرابطين من الشيوخ والعجائز، إنما يعبر في حقيقة الأمر عن أكبر مشهد يدين هؤلاء ويدين السعودية ويدين الإمارات ويدين كل هؤلاء الذين لم يتكلموا بكلمة واحدة. اسمح لي يا دكتور، عفوا للمقاطعة، أمر أو استنكاره. نعم. وبعد ذلك يتحدثون عن الإخوان ويتقولون عليهم ويتحدثون عن مؤامرة كانوا يمارسونها في بيع الأرض. من الذي باع الأرض؟ الذي باع الأرض هو السيسي، والذي سيبيع الأرض هو السيسي، والذي سيقوم بكل عمل لمصلحة إسرائيل هو السيسي. لم نتعود من يعني قادة سابقين أو يعني الموجودين الآن في السلطة في إسرائيل أن يتحدثوا يعني عن السيسي أو حتى مبارك بهذا القدر من الوضوح والصراحة، وأنه يعني معجزة من السماء. يعني ما الذي جعل عموس جلعاد يقول مثل هذا الكلام الذي ربما يسيء لمعجزتهم من السماء عبد الفتاح السيسي، طبعا إذا صح هذا الكلام؟ أنا أظن أن ما يقوله عموس جلعاد ليس جديدا، وأن حديث الصحف الإسرائيلية وقائد المخابرات السابق وهؤلاء جميعا ووزير الزراعة السابق ووزير وكل هؤلاء قد عبروا وبشكل واضح، وكذلك وزير الخارجية الإسرائيلي عبروا وبشكل واضح أن السيسي يعمل عملا في سياساته ومواقفه يتواءم مع حقيقة الأمن الإسرائيلي. ليس هذا بالجديد، الجديد فقط هي البجاحة التي يعبر بها عن هذا الوضع. شكرا. من الطرفين. من الطرفين، من الطرف الإسرائيلي والطرف المصري على حد سواء. نعم. والطرف المصري هنا أقول بالنظام الانقلابي، ليس هؤلاء ينتمون إلى مصر ولا إلى. شكرا جزيلا يا دكتور، أشكرك شكرا جزيلا يا دكتور، وأنا أسف لمقاطعتك لضيق الوقت. الدكتور سيف الدين عبد الفتاح أستاذ العلوم السياسية كنت معي عبر الهاتف من إسطنبول، وما زلنا معكم مشاهدين. فاصل قصير نواصل بعده باقي فقرات المسائية، وفيها الداخلية المصرية تعلن تصفية 3 ممن أسمتهم العناصر المنتمية لحركة حسم في الإسكندرية، وأهل الضحايا يؤكدون اختفائهم قسريا.